كان مرة نقول لما في بداية الكتاب ما لم نأتي بها، لكن في التلميذ قلنا في بداية هذا متصل فقط. أيوة هذه فرصة إن شاء الله أخرى، لعله إلى آخر الكتاب نبه إن شاء الله. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا نهينا الكلام على الحديث 33، وكنا أشرنا فيه لأنه أصل يعني عظيم في باب القضاء والخصومات والتداعيات والتنازع، وبينا معنى المدعي والمدعى عليه، ويعني شيء مما ينبغي أن يذكر في هذا الحديث. ونأخذ الحديث الذي بعده. نعم، تفضل محمد. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نعم، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي مشهور بكنيته ومشهور في الصحابة الكرام، وهو ممن أكثر في رواية الحديث، مكثر في الرواية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رحمة الله تعالى عليه. هذا أول موضع يمر معنا، مر معنا 32 في حديث لا ضرر ولا ضرر، يعني سبق أن ترجمنا له. نعم، وفاته سنة 40، وقيل 5، وقيل 66 من الهجرة، وقيل غير ذلك. نعم، والحديث من أفراد مسلم. أيوه. قال الشيخ حفظه الله: هذا الحديث مشتمل على درجات إنكار المنكر، وأن من قدر على التغيير باليد تعين عليه ذلك، وهذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة، ويكون أيضا من صاحب البيت في أهل بيته في الولايات الخاصة. ورؤية المنكر الولايات العامة، ما كان في الولايات العامة أي في النظام العام، فهذا تولي إزالة المنكر فيه باليد إنما يكون للسلطان ونوابه لحفظ الأمن وعدم إثارة الفوضى، عدم إثارة الفوضى. أما إذا فتح الأمر لجميع الناس فيكون في ذلك فوضى، يعني يكون في ذلك إثارة فوضى. واحد يسأل آخر، يسأل له شيء، يحكمه في جنبه ويعطيه كسله كما يزم الحال، وبعدين قال: والله لقيته في منكر، سب الدين أو سب الله أو يتبلى النساء أو يغش في الميزان أو كذا أو كذا، يبرر. قال: لماذا ضربته؟ لماذا أدبته؟ لماذا فعلته؟ قال: لقيته يدير كذا وكذا وكذا. فصير الأمر ماذا؟ صير الأمر فوضى. فما كان في الولايات العامة التأديب فيها ماذا؟ التأديب للسلطان ونوابه، التأديب للسلطان ونوابه حفظا للأمن وعدم إثارة الفوضى. أما في الولايات الخاصة فهذا لك له أن يفعل ذلك، يعني إنسان في بيته، والرجل في بيته وفي أهله ومع أهله، المدير في شركته، المدير في مؤسسته،
ونحو ذلك. فهذه له سلطة خاصة وله المسؤولية في إنفاذ ذلك، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم شيخنا، في التغيير باليد لا يتصور غير هذا. ليه؟ يعني شيخ اثنين متخاصمين يفك بينهم؟ لا يفك، نعم يفك. المقصود التغيير باليد يعني المقصود الذي يكون السلطان وابه تعزير، يعني الضرب والتأديب والتعزير. أما إذا كان متخاصمين فتفك بينهما، ها تفك بينهما، أو ترى يعني رجل مع امرأة في شبهة فتأخذ بيده وتفصله عنها وتأخذ به وتبعده تنجيه من الفتنة، فهذا يعني يفعل. نعم. قال ورؤية المنكر يحتمل أن يكون المراد منها الرؤية البصرية أو ما يشملها ويشمل الرؤية العلمية، فإذا لم يكن من أهل التغيير باليد انتقل إلى التغيير باللسان. يعني فعل رأى يعني يدل على معنيين، ها رؤية البصرية، قال يا أبتي إني أرى في الماء، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذه رؤية بصرية، رؤية بصرية. ويوجد الرؤية أخرى اللي هي الرؤية العلمية، رؤية العلمية، قال أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر أو العشر الأواخر فالتمسوها في العشر الأواخر، هذا رؤية العلم، وتقول أرى في المسألة الفلانية كذا، أي بمعنى النظر والعلم. نعم، فهذا المقصود، المقصود هذين الأمرين، الرؤية البصرية والرؤية العلمية أي العلم، يعني من رأى منكم منكرا أي ببصره أو علمه، بخلاف مثلا في المسألة السابقة في باب القضاء، هل يقضي القاضي بعلمه أو لا؟ يعني القاضي احنا عندنا في المنطقة هذه يعني من القضاة من يسكن في هذه المنطقة أو من المحامين أو من من يعمل في سلك القضاء، يعني قد يعرف أناس ممن هنا اشتهر بالسرقة، صح؟ فإذا كان مثلا في موضع في مكان عمله القاضي في مكان عمله وجاب له سارق قال هذا سارق، هل يقضي القاضي بعلمه؟ أنا بلغ لهذا سبق، لكن هل سرق هذه؟ هل هناك دليل على هذه بعينه؟ هل يوجد ولا لا يوجد؟ فهنا مسألة هل يقضي القاضي بعلمه أو لا، هذه مسألة هي فيها خلاف، لكن المقصود هو أما في الأمر المعروف عن المنكر فإذا رآه ببصره أو علمه. نعم شيخ، ما فيش فرق. أما في القضاء لابد من إقامة البينات. ما فيش فرق بين رأى وأرى؟ لا، رأى في اثنين، أرى في المسجد. لا فرق، لا فرق عندنا، رأى وأرى، رأى تتعدى إلى مفعول أو إلى مفعولين، وأرى قد تعدى إلى ثلاث، لكن كلا من رأى يأتي بمعنى البصر ويأتي بمعنى ماذا؟ العلم. نعم قال أيوه. قال فإذا لم يكن من أهل التغيير باليد انتقل إلى التغيير باللسان حيث يكون قادرا عليه، وإلا فقد بقي عليه التغيير بالقلب وهو أضعف الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المنكر وحصول الأثر على القلب بسبب ذلك، ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكر وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا ينتقل تغيير باليد، إذا عجز باللسان، إذا عجز بالقلب، هذا أضعف الإيمان. بل في روايات وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان، يعني تمر على منكر ولا يتزعزع قلبك، يعني هذا القلب ما فيه إيمان، وهذا الذي يراد منا في هذا الزمان من إثارة الفواحش ما ظهر منها وما بطن، و
نشرها على ملأ الناس وعلى مرأى الناس ومسمع الناس وبصر الناس حتى تموت القلوب وتستمرئ وتستملح هذه الفواحش وهذه المنكرات، فيصير يمر عليها ولا يلتفت إليها ولا يتزعزع ولا يتحرك قلبه. هذا قلب أي إيمان فيه؟ الرواية الأخرى قال ليس بعد ذلك حبة خردل من الإيمان، يعني أقل أدنى شيء من إذا كان تمر المنكر ولا يعني يتزعزع القلب ويجد مرارة هذه المعصية وينكرها ويكرهها، فأي إيمان في هذا القلب؟ نعم. ثم يقول ما في تعارض بين الحديث والآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقرأ قال فإن المعنى إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أديتم ما عليكم ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم. ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عند الكلام على هذه الآية في كتابه أضواء البيان تحقيقات جيدة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من المناسب الرجوع إليها للاستفادة منها. نعم. إذن الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إلزم نفسك لا تلتفت إلى غيرك، ضلال من ضل ما يضرك. هل هذا يعني يعارض الحديث؟ ها؟ نقول عندنا حديث يوضح المسألة غاية الإيضاح، وإن كان اختلف أهل العلم فيه بين كونه موقوفا أو مرفوعا، وهو أول حديث رواه الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي بكر الصديق. أول كتاب أول مسند في مسند أحمد هو مسند أبي بكر الصديق، أول حديث هو هذا الحديث. خطب أبو بكر وقال إنكم تقرؤون آية تفهمونها على غير ما فهمناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وليس كما ترى وليس كما ترى بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. هذا جاء من طرق رجحها كثير من أهل العلم، أن أبا بكر خطب في الناس فقال إنكم تقرؤون آية تفهمونها على غير ما نفهمها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلا الآية ثم قال ولكن إذا رأيتم، وفي الطريق الآخر قال ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت تأمرن بالمعروف وتنهى المنكر فإذا رأيت، فاختلف بين رفعه ووقفه، ورجح غير واحد وقفه وصحها بعضهم رفعه. وعلى كل حال على فرض أنه موقوف فله ما يدل على آثار الرفع، خاصة وأنه في تفسير آية ومن كبار الصحابة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمقصود عليك خاصة نفسك، عليك خاصة نفسك إذا رأيت هوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، فلا يضرك ضلال من ضل، ولكن لا بد من الأمر والنهي، لا بد من الأمر والنهي. في هذه الآية شكلها من شنقيطي له كلام عظيم وبيان لمسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آخر سورة المائدة. الأمر بالمعروف نعم معناه حكمه وفضله وشروطه، متى ينكر، مراتب الأمر والنهي، هذا حاصل ما ذكره. ولا بد في الأمر بالمعروف أن تكون عالما بما تأمر، عالما بما تنهى، حليما فيما تأمر، حليما فيما تنهى، رفيقا بالمأمور ورفيقا بالمنهي، لا بد من ذلك. ولا بد أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، ونهي عنك المنكر ليس بمنكر مساوي له أو أعظم منه، مساويا له أو أعظم منه. نعم. والآية تراجعون في الأضواء الجلد الأول من آخر سورة المائدة تجدون.
تفسير الآية. نعم. والمباحث. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن به صلاح العباد والبلاد. ثانيا، أن تغيير المنكر يكون على درجات، من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك. ثالثا، التفاوت في الإيمان، وأن منه القوي والضعيف والأضعف. أي نعم، وليس ذا وذلك أضعف الإيمان. إذا من كان غير باللسان أو باليد فهو أرفع، وهذا من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه. لعلنا نكتفي بهذا في المتحدث. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.